هذا البرنامج برعاية طلباتي. بابا انا مقصر وياك بشي، هذا مو اخوك قاعد وساكت، انت ليش اكلت الموز مالته؟ لا 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 تعاندني، لك ليش اكلته؟ يعني يعني هسه انت هذا الحص جايز. هذا بصفنا يبيع غاز. شنو عندي لولي؟ عندكم؟ لولي؟ راح بدول اللولي مالتكم. حبش وين؟ انا حبش. هلاو. صفر سبعة سبعة. يا سبعة سبعة انا جاية على طير حب. جاية على شنو؟ طير حب. اسف مرتبط انا، تعال حبيبي. شنو مرتبط؟ هذا اللي يوصوص الصبح. شلون يوصوص؟ ويص ويص ويص. ويص ويص. إيه؟ الله كذا لا ما عندي عندي هذا القرد السبير مالته ما نازل يفيدك؟ لا ما يفيدني، انا قلت لك اريد طير حب هذا اللي عنده 1600 صوت، ايش بيك؟ هذا محرك مال الانترا دكشن عالي. عندي هذا الاسد دكشن عالي 1800 ادواز ماكو انسي، يعني هذا ما يخرمش ياكلش قبل. انت ما قاعد تفتهمني، ايش بيك؟ افتهمتك والله العظيم. ودا عند جنفوس عندي زوج بلاب والإلتش جايبهم من جزر المالديف. وين تعال 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 اي خبلا تعال هسه شوف وش ياك. والله قلت لك انا احب الوصف. شوفين هذا وهذا هذني قلت لك هذني انا جايبين من جزر المالديف، انا صايدهم بيدي شان انبقى يا نو العفو شان انخله كان على الشجرة بالجزر المالديف. المهم ساعدت انا جبتهم بيدي بس انا جاي من الاخير حبيت بس ثواني. الو اي اي رايج المشمشية قلت لك ما احب الحمراء. اي اي المشمشية يلا يلا تمام. ايه مشمشية والله بيها قطة. باعي شوفي ما دام تعالي وش من ذنيك؟ هذني شو وش منن؟ هذني ذني أغلى طيرين بالعالم. تمام؟ فدر. يا الله. بس أنا جايبهم، بس أنا بالعالم جايبهم. وغاليات كلش يعني تعرفين يعني أنا مستورد جديد. كيوت حبيتهن. بس اسمهن؟ اسمهن؟ إيه. هذا اسمه بندق. وهاي اسمها لندق. يا الله يجننون بلقى. بلقى. أريد أريد بندق. شربين بندق يا مالك. بندق حبيته. حبيت السعر الواحد 10,000 دولار. يعني بيوتك والله يجننون. طيب بندق. بابا غالية. مين يهم الفلوس الطيب وياه. يطبش مرض. بندق. بندق لو لندق. بندق. بندق تعال. بندق اي بندق. تعال. هات. اقول لك خاف يخربشني. ما طيت هسه جاني لزمي. طلبة. سعر الواحد 10,000 دولار. هسه تجيبين فلوسه؟ ما عندي ولا فلس. ولا فلس. شنو ما عندي شنو؟ ما عندي. يعني تعلسيني. يلا يلا انا اروح. تليفوني. جيبي جنسيتك. جيبي جيبي. جنسيتي. جيبي. باي. تروحين تبيعين الرانجة المشمشية. ايه. وتجيبي الفلوس هذا الطار. لا ابندقك تبندق يلا. يلا. فيك علي. تقدر تطلب أكلك أونلاين ويا تطبيق طلباتي، جبنا لك أكبر عدد من مطاعم العراق وجمعناها بتليفونك. من خلاله راح تشوف أكلات كل مطعم وأسعاره وتطلبها بسهولة وبدون أي أجور إضافية. كل اللي عليك تحمل التطبيق وتحدد مكانك وتطلب الأكل وراح يوصل بأسرع وقت الباب البيت. وطلباتي انت اختار واحنا نحتار.